انا مع سامي الفهري واللي قاعد يصير ماهوش معقول باش يصير. احنا توا في الحريه مشاتك الحكايه نتاع قبل، احنا توا مع سامي الفهري. الحاكم ظالمه، الحكومة الجديدة ظلماته. ماهيش معقول، شوية من الحنة وشوية مرتبط اليدين. معنى انه يتسايب خاطر هو غلط، طبعا فما برشا وحدين غلطوا ديجا سايبوهم. اللي قاعد يصير بن علي جديد قاعد يمشي توا. ما لازمش نقول لك حتى شيء. أمورهم هذه. كراكوس برجولي. ولا فما ظلم كبير، ولا ظلم كبير. سمي الفهري توا أوتوماتيكمون كانت عنده علاقات كبيرة مع بن الحسن الطرابلسي. يلزم اسمع، يلزم الأبحاث. ياخو وقتها باش كل حد ياخو حقه لوجيكمون. اذا كان باش نعملوا له طاوله ربع كراسي سامي الفهري كي معناتها متهم كيف وكاين المتهمين الاخرين. انا كمواطن انا نحب سامي الفهري، فهمت؟ غيظني برشا وكا غيظني. سامي الفهري مظلوم مسكين، والله مسكين. تعرف عملت فيه الحكومه يا ولدي، سايبوه الراجل، سايبوه الراجل، احسبوا على رواحكم شوي. وين هي الثورة تحكيوا عليها؟ انا بوغ اللي قاعد يصير سامي الفهري على خاطره سارق. رايي الشخصي كما يقولوا بصراحه سامي الفهري ليس ببريء، هذا ما نعرف. الطريقه اللي تطبق بها القانون اللي هي طريقه غير عادله، كما اثبتوا احنا ماناش معناتها متضلعين في القانون، اما الاشكال انه تطبق بطريقه شخص مثل الحكايه، ولات المساله بين زوز اشخاص. والله مش معقول اللي قاعد يصير، محكمة التعقيب هكا انها بتنقض ومن بعد. بالنسبة لسامي الفهري انا معاه انه يتحاسب، معناتها خاطر ثم بوسيبيليتي كبيرة. نقول احنا 99% سرق، معناتها ما نغطيوش على الشمس بالغربان، لكن حاسبه بالقانون. انا انسان مظلوم هذايا ونحبوا نطالبوا بحق باش يخرج الانسان هذايا. وصل للدرجة هذه معناها في السبيطار. والله ان شاء الله يسيبوه هكا، ان شاء الله يسيبوه، خاطر الراجل هو شنو كيما هو كيما اي واحد داخل تنجم تصير عليه في البلاد، خاطر من انه هو سامي الفهري فهمني كشخص. اما هو الا تونسي مواطن تونسي وحرام معناتها طبق القانون ولا سيب الراجل. ربي يطلق سراحه وربي ينور الحق. نشوف اللي نورمالمون يتسيب سامي الفهري، صحيح هو عمل قبل وكل شيء، اما مادام وصل معناها نورمالمون يخرج هو. انا نقول لك هذيك مغالطه للشعب، يغالطوا فيهم وسامي الفهري غلط، يلزم يخلص كنس الكل. دونك الاحتجاجات والكلام الفارغ اللي عملوا فيه كله بالفم، يجوا للواقع، خلي الناس تخدم على روحها. باهي قول ربي يخلص واحد فهمني، لا ما نقولش خلي سواحلو خاطر لا غلطتي يخلص، غلطتي يخلص. اللي يدافع عليه سارق سارق سارق. كان هم يسيبوه خاطر سامي الفهري ما عنده حتى علاقه بالحكايه هذيك الكل. حسب ظني انا وظن الشعب التونسي الكل اللي هو بريء، واللي قاعد يصير فيه عيب واكبر عيب وحرام، وما يطلعش ما يطلعش ما يطلعش علينا ديجا ظلم ظلم. يخلص يخلص علينا معنا وان شاء الله ربي معاه وسامي نحبوه وهو زينة البلاد. ما سامي الفهري باش يطلقوا صراحة. والله ما عنديش حتى رأي. سامي الفهري والله رأي فيه اللي هو سرق بالرسم، مش ما سرقش، اما طريقة تدخيله للحبس غلطة برشا. نورمالمون في وقته مستوى معناها بعد عام. يا خويا حاجه ما تخصنيش، نحكيوا الواقع وربي يخلص واحد وكا وقصت بعضها. شو نقول لك، كانوا مظلوم تو ربي يخلص حقه، كانوا مش ذا كانوا ظالم يا خويا عاد لي وليه ربي. هكاك حاجه ما تهمنيش، ما تهمش الشعب التونسي وكا.